عندنا بقى جزئية تانية فيما يخص الرؤية داخل النادي الأهلي. لما شفنا النادي الأهلي بيتحرك في اتجاه استاد الأهلي، في اتجاه استاد الأهلي وده مسماه، كان البعض والسلام والسلام، كان البعض عنده وجهة نظر مختلفة. نطلع ونسمع أستاذ أحمد مرتضى منصور قال إيه ونرجع نعقب. بس عشان الامور تبقى واضحه، فكره الاستادات للانديه دي فكرتي انا وانا اللي قايلها لمحمد كامل اصلا. ايوه. يعني بس هو ما عملوهاش مظبوط. انا كنت قايل للاستاذ محمد على فكره ان ما بدل مثلا ما بيدفع للانديه كل سنه مبلغ سنوي، انه ياخد حق رعايه الانديه دي لمده مثلا 15 سنه 20 سنه، ومقابل ده يبني استاد لصالح الانديه. فدي فكرتي اصلا. فهم طبقوها بالشكل ده زي بيراميدز. هو نفس نموذج بيراميدز. بيراميدز مأجر استاد الدفاع الجوي، والاهلي مأجر استاد السلام، بس الاسم ما اتغيرش يا استاذ احمد. وهي على فكره هي فكره حلوه، يعني ان انت تاخد الانديه تبتدي تعمل لقطه، يعني هي لقطه في الاول وفي الاخر، وتسويق للنادي الاهلي. يعني خطوه مش وحشه يعني. لكن هو ما نضحكش على نفسنا، هو مش ملك النادي الاهلي، هو النادي الاهلي مأجره زي بيراميدز. هو نفس نموذج بيراميدز بالظبط. بيراميدز خد ايجار طويل الامد لاستاد الدفاع الجوي ووضبه، والنادي الاهلي خد ايجار طويل الامد لاستاد السلام ووضبه. يعني يمكن عرض الكلام مش للاختلاف، الكلام فيه جزء كبير جدا بنتفق معاه، ان انت خدت الاستاد بنظام انتفاع لمده معينه، وان ده شيء تسويقي ما نقدرش نقول ان هو مش ايجابي، كل ده تمام وبنتفق في الرؤيه، ولكن فكره ان هي كانت لقطه. طبعا هنا مش بنرد بقدر ما بنقول لا، الموضوع برضو كالرؤية يمكن ما كانتش موجوده في الوقت ده عند البعض. لما شفنا مباراه الزمالك في افريقيا كان في مشكلة بسبب استضافة بعض الاستادات ليها، زي ما بنشوف الخبر كلية الحربية رفض استضافة مواجهتي جازل واتصالات لإقامتها في بتروسبورت. طبعا ده مرتبط بظروف الاستادات، وطبعا ملهوش علاقة بان انت واخد موقف من شيء معين، ولكن ظرف استاد معين مش قادر يستقبل المباراة دلوقتي ايا كانت الاسباب. شفنا بقى رؤية النادي الاهلي انك يكون عندك حاجة تقدر طول الوقت تكون متاحة ليك، وده الرؤية الإدارية اللي البعض يمكن بيفتقدها يا أسامة. وكان يقدر النادي الأهلي يستضيف نادي الزمالك، نادي الزمالك في النهاية هو بيلعب في بطولة أفريقية، ومفيش أدنى مشكلة أعتقد عند النادي الأهلي لو حب نادي الزمالك إن هو كان يلعب المباراة على استاد النادي الأهلي والسلام. لكن الأزمة إن كانت كمان فكرة التكلفة المالية اللي بيتكلفها نادي الزمالك في المباراة الواحدة بتصل 150 ألف جنيه، فالنادي الأهلي مش بس وفر التكلفة دي، لا النادي الأهلي كمان عاد عليه فائدة. فارس، وأعتقد وصلنا للفاصل، وصلنا للرؤية الإدارية اللي عند النادي الأهلي. عشان نسيبكم ونرجع بعد الفاصل، في معانا فقرات ساخنة جدا، نشوفكم بعد الفاصل.